زار وفد من مبادرة إبدأ لدعم وتوطين الصناعة المصرية عددا من مدارس التعليم الفني الصناعي بالإسكندرية. وأكد الوفد وجود توجيهات رئاسية مستمرة من أجل تعزيز القطاع الصناعي في مصر والاعتماد على المنتج المحلي وزيادة حجم الصادرات، وضرورة وجود مشروع متكامل للصناعة مرتبط بالمؤسسات المختلفة ومنها المصانع والشركات داخل مدارس التعليم الفني لضمان تنمية وتأهيل الطلاب.